بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرى تحواتين حتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى حتت عزلنا نعلماء كن حتت عزيزنا يو سلازم بأركاب زب مبقاس حتون ملسن زت حتتو شيخ محمد بن صالح العثيمين كابو إنا نقرب زلنا حجي نخال أي تحستو قريبنا علنا مالتي كابتت زت حتتو حتو ما أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة وغيرها من أمور الدين. انتايتي مسرت ني أهل السنة والجماعة زبولو أب إمنت يكون أب كالئين تمسرت هاوي تحستو انتايو كمول سخلو انتايبلو. قاعدة أهل السنة والجماعة تيك أند مسرت ني أهل السنة والجماعة في العقائد أب إمنت يكون وغيرها من أمور الدين كمو دعمس كله كنزز مثل أب قدين دين دلو هي التمسك التام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ملو بملو بقرآن كمو دماني بسنة رسول صلى الله عليه وسلم محازتي إمنت ناي أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة بهاليبل كموين وما عليه الخلفاء الراشدون كمتي توم قنوعات مرحت زخونو خلفاء الراشدين ناتاتوم من قد دماني حزكا مقعز ازي يتيك اند مسرت من هادي وسنة كل من قد تاتن من قد نيروسل عليه الصلاة والسلام حزكا مقعز ترحيو. ولذلك ربنا عز وجل ونا القرآن كم زيبل اب سورة النساء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بلوم يخايا محمد انت دعب حق إن الله تفتوخينكم نعي تختلوني إخوم الله سبحانه وتعالى دماني كفتوكم. إذي أبصورة العمران تركبكم ودماني ربنا عز وجل أبصورة النساء انتايلو من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة. سلزي تطاع لرسول عليه الصلاة والسلام ممئزاز لكعنا الله استمع عزيز كأخا تقصر مالتي ومغنياتو تئزاز نيربي سلي زمالاكا. كمون ربنا عز وجل أبصورة الحشر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبل. ترسول عليه الصلاة والسلام حيزم ودمزو تدأززكم بوغيركم تقيدكم كيديوكم اتزخلكو لكم دماني كابو تخلكو ليكم. وهذا وإن كان في قسمة الغنائم فهو في الأمور الشرعية من باب أولى. إذا آيازي أب قدين غنائم كو زوردت انتقنت لكن أب كل ناي شريعة دماني بمن قدنا يرسل كتكو عسكم زلكاون بزيادة تحبرنا مالتيو. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة خطبة خبرون كله كمتي أب رواية النسائي زلو مالتيو كموين أصلنا إذا حديث زين ذكره أب مسلم له انتهي بلو نيروم النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد بلو نا الله سبحانه وتعالى مقسام سقربو بدحري انتهي بلو أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم يبلون يرم تزبلت تي بروت زخون زربا انتاي انت رأيلك كتكتولون مدمان بزوح خيرات رخبولون كتابنا يرب سبحانه وتعالى يو تزبلت من قد دماني من قدنا رسول صلى الله عليه وسلم يبلون يرم. وشر الأمور محدثاتها تي حماق كي قبرتات أمن تي تأكيب اللو تي الكادماني أب حدش مهزوتات مؤتاو أب دينيو. وكل محدثة بدعة كل حدش مهزوتات أب دين تأتو بدعة يزبهل كل بدعة دماني ناب طفعات يزمرح وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار زبل. إذي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أب نفسه وكفناي جمعة خطبة خبر خلو زبل وزن وريو
كمو دماني النبي عليه الصلاة والسلام كمتي أبرواية أبي داود زلو مالتيو انتايبلو نيرم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حدركم حدركم بتا من قدناتي بتا سناناتي تقعزيكم كمو دماني بتوم قناعات من قدي مرح تزقونو خلفاء الراشدين دماني ناتاتهم حزيكم تمسكوا بها نعاء حزيكم كبأخي تلاققوا وعدوا عليها بالنواجذ لكع كم بأسنانكم بقرارمتكم جيركم نخيسكم حزوانكم نزن من قدزيئن حدركم دما وإياكم محدثات الأمور كبحدش مهزتات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يبلون يروم النبي عليه الصلاة والسلام إذ كل جزي أبخط بأمز بلوز نبرو النبي عليه الصلاة والسلام والنصوص في هذا كثيرة بزعباز زملكت أب قرآن يكون أب سنة بزح لنا فطريق أهل السنة والجماعة ومنهاجهم بأريت من قدني أهل السنة والجماعة انتين ترأيلك هو التمسك التام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ملو بملو كيقدلك بقرآن الكريم محازن كمود ماني بسنن رسول بسنن خلفاء الراشدين حسكه تقعزي ومن ذلك أنهم يقيمون الدين ولا يتفرقون فيه كابتي مسرتاتني أهل السنة والجماعة دماني دين كمزلو وقيرهم حزم أمون النحر حدهم دماني أي فلالينهم امتثالا لقوله تعالى نتيت إزازنا ربي سل زختلو زخونو الله سبحانه وتعالى بسورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه بالمالتيو إذن وهم وإن حصل بينهم من الخلاف ما يحصل مما للاجتهاد فيه مساء فإن هذا الخلاف لا يؤدي إلى اختلاف قلوبهم وقلقلكو أمونقوهم خلاف انت لا ترقبو ومت خلاف دماني أبشرع وشتقينكا بتزلو دليل بنا يرداد أزلو كولا انت تفلاليو إذي مفللاي وإذي مسحاب ناتاتهم كساب أبلبهم دبت سحكر حنتي أي كونينيو بل تجدهم متآلفين متحابين ننحر حدهم كتحاقفون كسانيني خاتريهم وإن حصل منهم هذا الاختلاف الذي طريقه الاجتهاد ولكن بنا ننحر حدهم باجتهاد داكل كابتي سن كابتي من قدنا رسول صلى الله عليه وسلم نسننا رسول نقرق بيلهم ولكن يفهم انت تفلاليو أبنا ننحر حدهم قن لبهم أي فلالينيو يبلو مالتيو وصلى الله وسلم على نبينا محمد